في حد لسه بره يا شباب؟ احسن شوف يا ابني بيعملوا ايه عشان تبدأ. شوف وريني كده اخد غياب عشان بعد كده اخلص المهمه. شكرا. تعالوا بقى اولاد واسمعوا الكلام. طبعا كل ما حدش يمشي لما يشوف، طبعا اللي ورا اللي ما يشوفش هنوريه، بس اسمعوا كلام مني واعرفوا ايه اللي بيتسال، الامتحان بيجي ازاي وايه اللي بيتسال فيه. خلاص نفهم بعضينا. انا ان شاء الله عايز النهارده اوريكم الثراسي كول، عايزين اوريكم الايه اللانج. طبعا بيقولوا ما فيش حاجه بتتسال فيه، يبقى اللانج والايه الثراسي كول. خلاص يا اولاد، انا لو جيت كده مسكت ادي ادي عليا معلش انا اسف دي فردت بونت مش بعد اذنك افتحوا لي بقى عشان ده الدنيا بس واسمع يا اولاد واسمع، احنا معانا مكان ومحدش يمشي الا ما يشوف كويس عشان ده كله ده معظم امتحان الريسبيرتور هيجي بالكلام اللي احنا بنقوله ده. افهم سؤال بيتسال ازاي وايه اللي بيتسال، وانتوا عارفين ما حدش ما بمشيش حد الا ما كله بيشوف، محدش يمشي الا ما يشوف. انا مثلا اقول مشيت لغايه اخر واحد مشي وانا قاعد علشان كله يشوف. دلوقتي يا اولاد الثراسي كول، الثراسي كول لازم تعرفوا ان الثلاثه ماسلز، اول ماسل اكسترنال انتركوستال ماسل، اعرفها ازاي بالدايركشن بتاعها، داون وورد وفورورد وميديال، اكن حاطط ايديا في الجيب بتاعي كده فاهماني، واخر حته فيها من قدام بيبقى ايه ممبرين. تعالوا بصوا معايا كده انا هوريكم كل حلفها وانا اوريكم. بصوا اللي انت شايفين الفايبرز دي ماشيه ازاي، زي ما بقول لك ولا لا، داون وورد ها وفورورد وميديال صح، اخرها هنا في ممبرين اهو، شايفين ممبرين يبقى ده انتيرو انتركوستال ممبرين ودي الماسل. بص الماسل الثانيه عكسها يا اولاد ماشيه ازاي، داون وورد وباك وورد وايه لاترال، يبقى دي الانترنال. خلاص تعالوا هنا يا اولاد، بص يا اولاد معايا كده، بص المصل دي ماشيه ازاي، داون وورد فورورد وميديال صح، يا مثل الاسترنم صح ولا غلط، اخرها في ممبرين ولا ما فيش؟ بلى. يبقى ده اللي هو انتيرو انتركوستال ممبرين معايا. طب شوف المصل دي ماشيه ازاي بقى، الدايركشن بتاعها لاترالي داون وورد ولاترالي، تبقى دي الانترنال اظن كده سهل. طيب مين شاطر يقول لي المصل دي تبقى اكسترنال ولا انترنال؟ اكسترنال. برافو عليك. انما دي انترنال. وده مين يا اولاد؟ الممبرين. هذا الممبرين حق الاكسترنال. اوري كله. بص يا اولاد بالدايركشن بتاع المصل بطريقه سهله قوي. بصوا كده معايا، شايفين يا اولاد المصل دي ماشيه ازاي؟ داون وورد فورورد وميديال صح؟ واخرها في ممبرين اهو، شايفين الممبرين؟ دي الاكسترنال. طب شوف المصل دي ماشيه ازاي؟ اهي دي لاترالي، تبقى دي الانترنال. انا بديت يا ابني ها، يبقى دي يا حاتم، حاتم الصوت مش عاملين، انتوا عندكم كده عشان عايزكم تشوفوا كويس يا اولاد، ده الريسبيراتور كله هنا، فانا بوري لك اهو، ده شوف داون وورد فورورد وميديال ولا لا يا اولاد ها، وده الممبرين اللي هنا في الاخر صح، ممبرين ولا مش ممبرين ها، ممبرين ولا لا. طب شوف دي بقى يا اولاد الدايركشن بتاعها ازاي، بصوا ازاي لاترال، لاترال تبقى دي الانترنال. سهل عرفت ان الاكسترنال والانترنال. تعالوا بس كده معايا، شايفين يا اولاد الفايبرز هنا ماشيه ازاي؟ داون وورد فورورد راح يعمل الاسترنال وميديال صح؟ تبقى دي اكسترنال مظبوط؟ واخرها في ممبرين، ممبرين يعني حد يتلخبط في الامتحان؟ لو جبناها بنسال ايه؟ نيرف سبلاي اكشن، بنسال نيرف سبلاي يا اكشن، تقول لي اكسبايريشن ومش نشوف انت الكوستر ولا ايه؟ خلاص كده؟ ثالث واحدة يا اولاد يبقى انا بقول لكم من غير ما تبص العين اللي انا حاطط ايديا كده، دي مين يا اولاد؟ كده اللي جوه ثالث واحدة اسمها ترانسفيرسس سوراسس، وركز معايا اسمها ايه؟ ترانسفيرسس. بقسمها ثلاثة، بقسمها ثلاثة، واحدة على الانترنال من جوه بيسموها ايه؟ الموست انتركوستال، اللي هي فين؟ اما بص كده جوه اللي قدامك دي، جوه دي اللي جوه دي اسمها يا اولاد انر موست انتركوستال، اللي هي في الوسط دي، يبقى اللي جوه دي مين يا اولاد اسمها ايه؟ انر موست انتركوستال، مفيش غير اللي جوه دي اسمها يا اولاد انر موست انتركوستال، اللي جوه دي يا اولاد اسمها انر موست ايه؟ مش ده السطح الداخلي؟ يبقى انر موست يا اولاد انتركوستال، دي جزء من الترانسفيرسس لسه في جزئين كمان، يبقى دي يا اولاد انر موست انتركوستال، واضحه؟ انر موست ايه؟ انتركوستال. طب يا دكتور الجزء الثاني اقول له في عضله اسمها ستيرنوكوستاليس، استرنو طالعه من الاسترنم للريبس، بصوا يا اولاد جميله جدا، شايفينها من الاسترنم للريبس اهي، شايفينها اظن واضحه جدا من الاسترنم للريبس، شايفينها اوضح كده مش هتلاقي، دي اسمها استرنو كوستاليس، دي جزء من ترانسفيرسس سوراسس، شايفين يا اولاد استرنو كوستاليس واضحه ها، شايفينها يا اولاد من الاسترنم للريبس
جميلة خالص. مش ده الاسترنم أولاد؟ يبقى دي من الاسترنم للربس. يبقى دي من أولاد اسمها إيه؟ الأخضر. دي استرنوكوستالس. إنما اللي على الإنر سيرفس جوه دي مين أولاد؟ إنر موست. يبقى دي استرنوكوستالس واضحة؟ إنما ده مين أولاد؟ إنر موست إيه؟ إنتر كوست. دي أولاد استرنوكوستالس. مفيش غير طالعة من الاسترنم وراح للربس. شوف عندنا زي المروحة إزاي أولاد؟ وده مين أولاد؟ إنر موست إنتر كوست. بص اولاد طالعه من الاسترنم عندها زي المروحه ازاي للريبس. دي استرنوكوستالس. هنقول عليها غير كده مفيش غيرها جوه. واللي على الداخل اولاد في الوسط ده مين اولاد؟ انر موست انتر كوست. ودي استرنوكوستالس. واضحه؟ واضحه جدا. اظن كده سهلين. واحد يقول يا دكتور هم ثلاثه، انت قلت لي الترانسفيرسس استرنوكوستالس انر موست واللي ايه بقى؟ سبكوستالس. سبكوستالس دي تلاقيها فين بقى اولاد؟ ورا ورا واللي بقى بالطول كده. بص اولاد احنا طبعا ده الوضع قدامك هنا اهو، فاحنا كده ورا مش كده؟ هجيب لك من ورا اوريك. بص شايف العضله؟ شايف شويه الفايبرز اللي ورا دول جنب الفيرتبرال كولم؟ هو ده اولاد اللي هم الاسترنو اللي هي اللي اسمها سبكوستالس. بص يا اولاد جنب الفيرتبرال كولم شويه فايبرز بالطول كده اسمها ايه؟ سبكوستالس. شايفين يا اولاد المسل فايبرز اللي هي بالطول دي اسمها يا اولاد سبكوستالس. شايفين شويه اللي جنب الفيرتبرال كولم؟ صعب نجيبها في الامتحان بس برضه طالما موجوده انا اوريها لك. يبقى اولاد اللي جنب الفيرتبرال كولم لو بتطول كده اولاد من الرب الرب نسميها ايه اولاد؟ سبكوستالس. يبقى اللي جنب الفيرتبرال كولم والترونجوتيدونال كده بسميها اولاد سبكوستالس. شايفين السبكوستالس واضحه ولا مش واضحه؟ اهي شايفين شويه المسل فايبرز دول؟ اظن سهله خالص. شايفين اولاد اسمها ايه اولاد؟ جنب. يبقى مين مين اللي جنب الفيرتبرال كولم؟ السبكوستال. مين اللي جنب الاسترنم؟ السيرنم. مين اللي في الوسط؟ انر موست. شايفين اولاد جنب الفيرتبرال كولم اهي شايفينها جنب الفيرتبرال كولم بالطول كده دي مين اولاد؟ سبكوستال. دي مين اولاد؟ سبكوستال. اظن سهله اظن سهله. حد يتلخبط في دي؟ طب وادي عينه بلاستينيتد من جوه. مين العينه اولاد اللي طالعه من الاسترنم للريبس اللي زي المره؟ ومين اللي هنا دي؟ العينه الرمس. نفس الكلام. دي مين اولاد؟ دي ودي مين اولاد؟ هنا الرمس سنتر كوست. دي مين اولاد؟ سيرن كوستال. ومين اللي جوه دي؟ ده ما فيش حته لورا هنا خلاص. واحد يقول لي في ايه باين كمان يا دكتور نادر؟ اقول له بص بقى ركز معايا. الاسترنم اولاد على كل جنب منها هتلاقي ارتري وفين يعني فيسلز. انترنال ثوراسيك او انترنال ميموري فيسلز اللي بتديك البصمه الكرانيه والسبير الجسم. يبقى اولاد اللي على كل جنب من الاسترنم اظن الارتري باين احمر والفين باين ازرق اهوت. ده اسمهم ايه؟ ده اسمين انترنال ثوراسيك يا انترنال ايه يا اولاد؟ ميموري. باينين اولاد الانترنال ثوراسيك والانترنال ميموري فيسلز باينين بالطول كده اهو جنب الاسترنم من الداخل. واضحين يا اولاد؟ ها شايفينهم؟ في على الجنب اليمين والشمال اظن واضحين وجمال جدا. يبقى ده اولاد انترنال ثوراسيك ارتري وفين يعني انترنال ثوراسيك فيسلز او انترنال ميموري فيسلز. واضحين يا اولاد؟ ها واضحين؟ نعم. انترنال ثوراسيك فيسلز مفيش غيرهم هنا. واضحين ولا مش واضحين؟ ها واضحين؟ شايفين يا شباب؟ ها طيب. يبقى احنا اولاد بعد اذنكم لغايه دلوقتي احنا شفنا ايه؟ بص هوريها لك في الكادفيريك والله جمال جدا وباينين وحلوين اهو الارتري والفين اهو هوريهم لكم تاني. جميل. واضحين ولا مش واضحين؟ الفاتح هو الارتري والغامق هو مين يا اولاد؟ الفين. شايفين يا اولاد الانترنال ثوراسيك فيسلز؟ واضحين ولا مش واضحين؟ مين الفاتح يا احمد؟ الارتري. ومين الغامق ده؟ الفين. واضح؟ ها باقي الفتحات واضحين يا احمد؟ مين الفاتح يا اولاد؟ الدارك ده اللي هو مين؟ الفين. باين؟ ها باينين يا اولاد؟ ها باينين؟ واضحين يا شباب؟ ارتري اللي هو الفاتح والفين اللي هو مين يا اولاد؟ شفتوا كده؟ يبقى لغايه دلوقتي يا اولاد مين شاطر يقول لي جات لك مصل عامله كده؟ استنى جات لي مصل عامله كده؟ بصيت من الداخل لقيت عضله من الاسترنم للريبس ها؟ لقيت بقى في الوسط اللي ورا بقى يعني سبكوستالس. طيب لقيت في فيسل جنب الاسترنم من الداخل ارتري وفين؟ واحد يقول لي يا دكتور طب انا عايز اشوف مش احنا بين كل ريب والثانيه في اللي هو ايه؟ انتركوستال باندل اللي هي يا اولاد فان فين ارتري نيرف نشوفوه. واضحين جدا وجمال نشوفوه وايه المشكله يعني؟ اي واحده بص كل واحده كلهم باينين الثلاث يعني بص اي واحده كله 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 اي واحده اي واحده منهم بس اصل المشكله بنحطه بيتقطع على طول. طيب بص يا اولاد باينين هنا شايفين هنا عندكم يا شباب فان فين ارتري نيرف واضحين اي واحده تعجبك باينين خالص اهو خلاص.
بصوا هنا يا اولاد كده معايا، شايفين الباند الاولاد؟ ها فين ارتري نيرف، اظن واضحين. فين فوق ازرق، الاحمر شويه الارتري، وبعد كده مين يا اولاد؟ النيرف. واضح؟ بصوا هنا يا اولاد معايا اهو، الباند اللي واضحه جدا فين ارتري نيرف. استنى انا عايز حد يشيل معايا، هي دي ما بتوسخش عشان دي حد يمسك معايا كده. بص ده كده، بص هنا فين الفين، شوفوا كده يا اولاد، انت الكوستال باند واضحين ولا مش واضحين هنا يا اولاد؟ ها لسه انا بتكلم الناس اللي انا واضحين دي هنجيبها فين؟ هتقولوا لي يا اولاد انت الكوستال باند، وتقولوا لي يا اولاد فان فين وارتري وين. خلاص بصوا هنا يا اولاد كده معاكم، ده فين الباند؟ باينين ولا مش باينين؟ فين ارتري نير؟ فين ارتري نير؟ واضحين خالص. بصوا كده يا اولاد، فين ارتري نير؟ فين ارتري نير؟ باينين. بص كده معايا يا اولاد، فين ارتري نير؟ فين ارتري نير؟ فين ارتري نير؟ اي واحد يبقى دي اسمها يا اولاد انتركوستال باندل، اللي هي فان زي العربيه الفان، فين ارتري نير. بص كده يا اولاد، شاوروا لي عليهم فين، بحد يوريني الباندل كده يا اولاد. ها يوريني الباندل كده، هو ايه ده لو سمحت يا حبيبي؟ ده الفين اهو ازرق شايفينه، والاحمر ده مين يا اولاد؟ الارتري. والابيض ده مين؟ ايه النير. اظن كده الثلاثي كل 100 100. اقول تاني ايه اللي اتسال هنا؟ اجربه عضلة بصة نازلة ده ونورد ولاترال تبقى مين؟ اكسترنال. عضلة بصة كده. طب على الداخل من الداخل زيهم انرموس. اللي من الاسترنم للريبس ستيركوستاتس. لو غتتنا وجبنا بقى اللي ورا سبكوستاتس. طب لقيت الاسترنم وعلى كل جنب منه في فيسلز ارتري وفين، يبقى فيسلز صح؟ نعم. اللي بين بين كل ريبس والثانيه يا اولاد اظن واضحين جدا، واضحين جدا ما فيهمش كلام. ها لو انا هتشوف العينه دي برضه ما في الا نير، بس انا مش متلونه يعني ما في الا نير بس تقريبا. لا لا كلهم بس مش متلونه، عشان بس كده اي واحد هتلاقي فيهم الثلاثه بس مش متلونه. خلاص يا اولاد سهلين سهلين. انت بقى ناخد اللانج بقى. نعم. عرفت اللي بيتسال هنا؟ اظن العينات موجوده، انا مش ماشي لما انتوا كلكم تمشوا وتقولوا احنا خلاص ساتسفاي. تعالوا نخش على اللانج بقى يا اولاد. فاكرين اللانج قلت لكم نعرفها ازاي في العملي من الفشل؟ الاول اللانج، بص بقى واعرف ايه اللي بيتسال في اللانج، ركز معايا يا اولاد، ركزوا معايا بعد اذنكم. انا عامله زي نص مخروط، هاجي في الامتحان احط دبوس كده، مين يقول لي شاطر يقول لي ايه؟ ابي. ادي اول حاجه. في حاجه صعبه دي يا اولاد؟ دي مين؟ ابي. برافو عليك. السؤال اللي اتسال هنا عد معايا. ريليشنز. خلاص؟ اثنين السيرفيس اناتومي بتاعها. 1 انش بيهايند الميديال اند. الريليشن بتقول له مش عارف ايه سب كليفيان ومش عارف ايه والكلام والسكالينس والكلام ده. خلاص يبقى ده السؤال اللي هيتسال هنا. واضحه دي يا اولاد؟ قولوا لي تكتبوا على ايه في الامتحان يعني غير الايبكس. طيب مين شاطر يقول لي لو انا جيت تحت بقى الحته الكونكيف ده ايه؟ طبعا هنا 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 عشان في ناشفه دي اهي. مين دي يا اولاد؟ ها؟ ده مين يا شباب؟ ده مين يا شباب؟ هنسال هنا الريليشنز. لو هي الرايت لاين تقعد بقى تقول له الدايفراجماتيك بلورا والرايت بوك اوف دايفراجم مش هنقعد نوجع دماغنا. المهم عرفت السؤال بيتسال ازاي؟ يبقى الايبكس اهي والبيس. عرفنا الاسئله؟ طب مين شاطر يقول لي يا اولاد شايفين البوردر ده شارب ولا مش شارب؟ شارب. شايفين البوردر الثانيه سميكه ازاي؟ يبقى مين فيهم الانتيرير ومين البوستيرير؟ الشارب. الشارب هي الانتيرير والثانيه شوف سيكو راوندد ازاي؟ ومين اللي تحت دي يا اولاد؟ انفيل. تاني شايفين البوردر الشارب دي يا اولاد تبقى دي الانتير. شوف يا اولاد البوستيرو السمك ايه؟ سيكو راوند. وطبعا اللي تحت تبقى مين يا اولاد؟ انفير. شايفين البوردر دي يا شباب؟ دي مين يا اولاد؟ انتير ولا بوستيرو؟ شايفين البوستيرو قد ايه؟ وشايفين اللي تحت تبقى مين؟ انفير. شايفين يا اولاد البوردر شكلها ايه؟ شارب. الانتير ودي مين يا اولاد؟ سيكو راوند. ده مين؟ بوستيرو. واللي تحت مين يا اولاد؟ انفير. خلاص كده؟ طيب واحد يقول له دكتور ده كده تمام قوي. عندنا هنا دكتور نادر ده في الليفت بورد في الليفت في البورد اديله بورد بتاعت الليفت لانج يا اولاد. انا عندي هنا في نوتش اهي شايفين النوتش دي اسمها يا اولاد كارديال نوتش. واخرها في ده بنجيبها في الامتحان لينجولا. وايه السؤال اللي يجي يا دكتور نادر على اللينجولا هوريها لكم كلكم. تقول لي البرونكو بالمونري سيجن وتكتب زي ما هقول لك سوبير لينجولا وانفير لينجولا. تاني شايفين النوتش دي يا اولاد بتاع الهارت كارد والبروز اللي تحت ده اولاد لينجولا. وهسال على السيجنس يبقى ده مين يا اولاد؟ اللينجولا. ها وده مين يا اولاد؟ النوتش بتاعنا. ده مين يا اولاد؟ اللينجولا. وده مين يا اولاد؟ النوتش.
ده اللينجو الاولاد ودايما بنجيبها وبنسال على السيجمنت بتاعتها. وده النوتش، ده اللينجو الواضحه اولاد زي اللسان، ده النوتش. طب النوتش مش هسالك عليه، انما انا هسال على مين؟ على اللينجو. واخدين يا اولاد؟ يبقى ده مين يا اولاد؟ اللينجو الاولاد. وده النوتش يا محمد، شايف دي اللينجو الاولاد، دي اللينجو الاولاد. وحصل على البرونكو بالمونري سيجمنت اللي هم مين يا احمد؟ سوبر لينجو. ما تكديش سوبر وانفيريور، سوبيريور لينجولار وانفيريور لينجولار سيجمنت. لغايه كده اوكي؟ طيب تعال بقى عشان نعرف اللنج دي مين شمال. سيبك بقى من دي ميديا الولاتري وجعش قلب. انا احط دي قدام انا كده، الابكس فوق والبيز اهي، وانا بص للميديا ستاينر سيرفس. فين الانتيريور بوردر؟ اهي. فين البوستيريور بوردر؟ حط ايدك الاثنين اهو. البوستيريور بوردر يمت ايدي مين؟ الشمال. تبقى دي شمال. حطها كده قدامكم، حط ايدك كده. البوستيريور بوردر يمت ايدك ايه؟ الشمال. طيب بصوا لي انت كده، حط ايدك كده، قول لي دي كده البوستيريور بوردر يمت ايدك ايه؟ اليمين. تبقى دي مين؟ يمين. حط دي كده اولاد، قولوا لي البوستيريور بوردر يمين. طيب بص لي كده، مين يقول لي دي مين والشمال؟ حط ايدك الاثنين كده يمين. شمال. عرفتوني؟ فعلا هتعملها هتلاقي شمال. سيبك بقى من اللوبس والبتاع عشان ما تتلخبطش، ساعات بيبقى بتمشط وبايظه، فتعمل الطريقه اللي بقول لك عليها. انا هقلبها لكم اهو قدامك، حطوا ايديكم كده من بعيد كده، كل واحد يتخيل دي شمال ولا يمين؟ شمال. زمانكم بتقولوا شمال، صح ولا غلط؟ صح. دي شمال، حطوا ايديكم الاثنين كده من بعيد كده وشوفوا. شمال ولا مش شمال؟ شمال. شمال ولا مش شمال؟ شمال. يا شباب؟ واضحه يا اولاد؟ طيب نلخبطها لكم بقى كده، نعبوا فيها ونجيبوا دي. دي مين دي يا ولاد؟ شمال ولا يمين؟ شمال. دي مين؟ شمال. شمال. سهله كده؟ خلاص كده؟ طيب تعالى بقى، ايه اللي هيتسال تاني يا ولاد؟ مش دي احنا اتفقنا انها شمال؟ يبقى فيها كام فيشر يا ولاد؟ فيشر واحد. واحد. هجيبه كده في الامتحان. عارف السؤال اللي هيجي هنا؟ سيرفس. انا سيرفس. يبقى ده الاوبليك فيشر. هنسال على ايه؟ السيرفس انا خط من النقطتين زي ما انا قلت، وانقش الهتره اللي مش عارف سيرفس راسك اسبوعين مش عايزين نوجع قلبك. قريت السؤال انا عارف يميني كده والله، ان شاء الله لو انت سمعت الكلام ده وذاكرته ما تنقص حاجه. سهل الاوبليك؟ سهل. طيب الرايت لانج، لو واحده رايت لانج يا اولاد، مش دي رايت؟ اهي ادي رايت. ده هنا اولاد خلاص، ده احنا عندنا ده الاوبليك. انت فاهم ان ده الاوبليك؟ ها؟ مش ده الاوبليك يا شباب؟ ده الاوبليك يا اولاد، ده الاوبليك يا شبابنا، ده الاوبليك يا شباب. طيب واللي بالعرض ده مين يا اولاد؟ وهسال على السيرفس انا هاتهم برضه. يبقى عندك هنا في اثنين ولا لا؟ ترانسفيرس واوبليك. اسهل من كده مش هتلاقي. ترانسفيرس ومين يا اولاد؟ اوبليك. واضحين؟ طب ايه تاني هسال يا دكتور نادر؟ اقول له تعالى بقى، احنا عندنا كام لوب هنا يا اولاد؟ ثلاثه. ده لازم هنجيب لك لوب منه. ها؟ ده مين يا اولاد؟ بتاع الرايت لانج. الاول ايدنتيفاي الاورجن، تقول لي لانج رايت ولا ليفت؟ ليفت رايت. وبعد كده البوينت ستراكشر، ده مين يا اولاد؟ الافر لوب صح؟ او سوبير لوب مش كده؟ صح يا اولاد؟ ومين اللي تحتيه ده يا اولاد؟ ومين اللي بصبعك يبقى ايه؟ انفير. الثلاثه هم اولاد سوبيريور وميدل وانفير. سوبيريور وميدل، واللي بصبعك يبقى مين؟ انفير. سوبيريور وميدل وانفير. ايه السؤال اللي هيسال هنا يا اولاد؟ برونكو بالمونري سيجمنت. برونكو بالمونري سيجمنت. ها واضحه يا اولاد؟ يبقى الثلاثه لوبس عندكم سوبيريور وميدل وانفير. تقطر الصوم بس احنا ثلاثه واثنين وخمسه. مظبوط. سهله يا اولاد؟ ناخد واحده ليفت برضه يا اولاد. بصوا هنا، ده الابر لوب وده مين يا اولاد؟ اللور او سوبيريور وانفير. ده في خمسه وده في خمسه. انما لو جبت اللينجولا لوحدها يبقى في اثنين. سوبيريور وانفير اللينجولا. يبقى ده خمسه وخمسه. هو ده اللي بيجي في الامتحان، هو ده انا اخترع، هو ده اللي بجيبه لكم. خمسه وخمسه. سهلين؟ سهلين. يبقى احنا لغايه دلوقتي عرفنا اولاد الايبكس والبيس مش كده يا اولاد؟ ها؟ وعرفنا ايه؟ اللي هو الابر لوب، ميدل لوب، لور لوب، وابر ولور او سوبيريور وانفيريور، والايه؟ الفيشرز. وعرفنا الايبكس والبيس صح يا اولاد؟ وعرفنا البوردرز اللي هي الشارب والراوند دي، واخدين بالنا يا اولاد؟ والانفيريور. فاضل لنا الميديا ستاينال سيرفس صح؟ ده بقى اللي بيجي وبنساله عليه دايما، ميديا ستاينال سيرفس. طيب اللنج دي بقى كانت فيرك وطازه اهي، مين شاطر يقول لي دي بقى دي دي رايت ولا ليفت؟ دي قدامكم اهي. ليفت. هذه ليفت. برافو عليكم. طيب ودي يا ولاد؟ رايت. مش اكيد مش لازم دي رايت خلاص؟ طيب شايفين يا اولاد الاوبليك فيشر؟ اظن واضح. شايفين الاوبليك فيشر؟ ها؟ شايفين الاوبليك فيشر؟ هنا يا اولاد في كام فيشر هنا عندي؟ اثنين اهو، مبينين ولا مش مبينين؟ واضحين. واضحين يا اولاد؟ شايفين الاوبليك والهوريزونتال؟
الاوبليك والهوريزونتال واضحين يا احمد؟ يا شباب يا اولاد واضحين يا محمد؟ واضحين يا شباب؟ واضحين يا حاتم؟ نعم. طيب لو انا جيت في الامتحان كده انه لوك ده اولاد سبيل وده ميدل وده فيل. طيب مين شاطر هجيب دي في الامتحان كده؟ لينجو. هنجيب دي يا احمد. مين دي؟ لينجو. مين دي يا اولاد؟ لينجو. مين اللي السيجمنتس بتاعتها؟ لينجو. تيجي بقى ناخده بقى الامبريشنز يا اولاد. السره الاول الهايلم الهايلم انا قلت دي الليفت لانج فيها كام برونكس؟ واحد اهي. حاسس بقى انا عايز تلبس كنت امسك كده. فيها كارتج ولا ما فيهاش؟ فيش. ها؟ ده ما فيهاش؟ حرام عليك. انا اقول فيها. انا اقول وان في ولا ما فيهاش؟ انا والله قلت فيها. بص خلاص 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 شوف الارتري خلاص ده ارتري ده يعني فاهم قصدي ايه؟ ما هذه ماشي فينا كم برونكس يا عم حاتم؟ اثنين. اثنين فوق ادي واحده وادي واحده. امسكها بقى كده. فيها كارتج ولا ما فيهاش؟ بص يا ولاد شايفين الاثنين؟ شايفين الاثنين؟ ايه فوق الارتري وتحت الارتري؟ ايه ارتري ولا غير ارتري؟ شايفينها؟ واضحه؟ بص يا ولاد واحده اثنين وادي الارتري او بالمونري يا حاتم. لا عشان عارف تعبني عشان انا عايزكم تشوفوا كويس. بص يا ولاد هوريك برونكس ولا برونكس؟ لا وده الارتري والله. فايه الارتري؟ واضح اثنين. انما هنا ولاد الثانيه فيها كام؟ واحده بس. بلشت ما ادري. شايفين يا ولاد هنا في اثنين صح؟ واحده اثنين. وهنا كام؟ واحده بس. تركين يوم كدفوا الارتري يا ابني. وهنا في برونكس واحده. هنا برونكس اثنين وهنا في كام اولاد؟ واحده. انا رجلي وجعتني. هنا ده برونكس اثنين وده مين اولاد؟ واحده. البرونكس اثنين هنا وهنا في واحده. واضحه اولاد؟ البرونكس اثنين اهمت ودي مين اولاد؟ واحده. تعال نشوف الارتري بقى اولاد. بصوا معايا ركزوا معايا. قدام برونكس في ارتري اظن بقى خالص هو بيتطبق ويتفتح ده البلمونري يا اولاد. ارتري وفي فين؟ ادي واحد وادي اثنين ابر ولور او سوبيرير وانفير. لا تقول لي بقى فين البلكسس ما بتبانش عامل ولا الليمف نودز ولا الكلام ده كله. الليمف نودز ممكن الاولاد حاجه سودة كده ولا بتاع مش مشكله. انا كل اللي يهمني هنا بنسال على البرونكس. واضحين يا اولاد؟ والبلمونري ارتري واضح ولا مش واضح؟ ده تو فينز باينين. ده البرونكس وده الارتري وادي فين وادي فينز. ده البرونكس اثنين ده الارتري وادي فين وادي فينز. ده البرونكس اثنين ده ارتري. شايف ارتري ازاي؟ وده فين وادي فين. ابر بلمونري فين ولو ابر بلمونري فين. ده البرونكس وده الارتري وده الفينز يا اولاد. واضحين؟ ده البرونكس اي بي ارتيريال برونكس هايبر ارتيريال يعني فوق الارتري وتحت الارتري. ده الارتري يا حاج. ده اولاد الفين سوبيريور وانفيريور او ابر ولور. اظن واضحين. لا ده برانش صغير مالكش دعوه بيه. بس عشان خلاص يا اولاد ده عندنا الايبرتيريال برونكس هايبرتيريال برونكس وده الارتري يا اولاد شايفينه بالمونري ارتري. ده ابر بالمونري فين او سوبيريور وانفير بالمونري فين او لور بالمونري فين. شايفين يا اولاد الاثنين برونكس؟ هنا الارتري ادي فين سوبيريور بالمونري فين او ابر ولور بالمونري فين مش كده؟ ده اولاد البرونكس وده اولاد الارتري وده ابر او سوبيريور بالمونري فين وانفير بالمونري فين. اظن هو البرونكس والارتري والبالمونري فين. هنا اولاد في العينه الثانيه دي بص كده معايا الريحه قوي. هنا البرونكس صح وادي الارتري صح كده. المفروض طبعا هنا اولاد ايه يبقى في فين فوق وفين تحت خلاص يعني. انما هنا ده شايف برونكس واضحه ازاي سكه من هنا مثلا فكرت وده الارتري طبعا بالمونري فين اهو مثلا شايفينه ده ايه الجد ده ده كده وده كده في كارتج مالكش دعوه بالسايز. وده ابر بالمونري فين وده لور بالمونري فين. بص يا اولاد هنا معايا ده البرونكس قدامه الارض مش في الارض يا اولاد بلاستيك بس كده في حاجه ده كارتج لا يا اخي مهبول يا صوت تعال امسك وده ابر بالمونري فين تيجي تمسك حط هنا حط هنا شوف كده مين فيهم من الارتري تخش كده جنب البرونكس. بص يا اولاد ده البرونكس يا شباب ده البرونكس صح وده الارتري اظن فرق كبير قوي. يا الكارتج عرف اتنين كده يا جماعه ما ينفعش. وده ابر بالمونري فين وده لور بالمونري فين. ده البرونكس امسك ده كده حاتم
ده كده في حاجه ده ارتر وده البرونكس وده اور بلمونري فين اللور بلمونري فين ده البرونكس واضح يا اولاد شوف الارتري بقفله ازاي واتفتح اهو انما ده البرونكس ده ابر بلمونري فين ولور بلمونري فين دايما بنسال هنا في البرونكس يبقى هنا ده البرونكس ده الارتري شايفين يا اولاد شايفين وده اور بلمونري فين تعالوا بقى تعالوا بقى اولاد نركزوا لا صعب هنا انك تشوف اول حاجه اولاد فوق الهايلم الشمال احط كده دبوس في الامتحان ده مكان امبريشن بتاع مين اولاد القرش اوف ذا اورطه يبقى هنا اولاد مكان مين القرش اوف ذا اورطه يبقى هنا في الشمال فوق الهايلم يبقى القرش اوف ذا اورطه يبقى ده مكان مين اولاد ارش ده مكان اولاد مين الارش بزاور ده مكان مين يا شباب الارش بزاور ده مكان الجميل ده بقى بصوا كمان الوضع ازاي ديسندنج ثراتيك اورت شايفين الديسندنج ثراتيك يبقى الارش ويا اولاد والديسندنج شايفين اولاد الارش وده مين اولاد الديسندنج ده الارش وده مين يا شباب الديسندنج ده الارش يا اولاد وده مين اولاد الديسندنج ده الارش وده مين اولاد الديسندنج ده الارش وده مين الديسندنج ده الارش شايفين الديسندنج واضح ازاي ولا ده الارش وده مين يا اولاد الديسندنج شايفين الارش والديسندنج الارش والديسندنج واضح يا اولاد طيب طبعا يا اولاد ده كان طالع منه تو ارتريز هنا مكان صباعي كده الصبع اللي هو الاندكس بتاعي ده الليفت كومن كاروتو ده اللي في السب كليفن ده مكانهم كده ده كان مكانهم هنا مكان صباعيه اللي طالعين من الارش طبعا دي صعب شويه نسال فيها لازم تكون حاجه واضحه انما يعني انت تبقى عارف ان كان في ليفت كومن كاروتد وليفت مين يا ولاد سب كليفن يبقى مكان صوابعي كده ليفت كومن كاروتد وليفت مين يا ولاد سب كليفن ده هنا يا ولاد مكان ليفت كومن كاروتد وليفت مين ايه سب كليفن ده مكان الليفت كومن كاروتد والليفت مين سب كليفن تعمل ارش ده مكان الليفت كومن كاروتد والليفت سب كليفن ده مكان الليفت كومن كاروتد وده مكان السب كليفن اثنين طالعين من القرش طب مين شاطر يا اولاد كان يقول لي بقى بصوا يا اولاد كان في ستراكشر فوق هنا اهو يعني بص الاسوفيجاس يبقى اخر حته اللي فوق الدستيرلي كده يا اولاد مين هنا الاسوفيجاس ده مكان فين يا اولاد هنا في الاخر الاسوفيجاس ده مكان مين يا اولاد هنا المريء الاسوفيجاس بص يا محمد كده مش ده الدستيرلينج على امتداده من فوق يا اولاد يبقى مين الاسوفيجاس مش ده الدستيرلينج على امتداده من فوق الحته دي يبقى مين يا اولاد الاسوفيجاس امتداد الديسندنج يا اولاد من فوق ده مكان امبريشن بتاع مين ادي الديسندنج يا اولاد على امتداد ده من فوق يبقى مين يا اولاد اسوفيجاس مش ده الهايلم يا اولاد وانت مغمض كده هجيب لك كده قدامه مين اللي قدام يا اولاد مين اللي قدام الهايلم كاردياك امبريشن اللي قدام الهايلم مفيش غير حاجه كلمه واحده كاردياك امبريشن وهقول لك ايه الاستراكشرز ما تقوليش كارد تفتح قوس وتكتب ثلاث حاجات ده الليفت يبقى الليفت فينتر ثم الليفت فرينك نيرف ثم البريكارديوم يعني البريكارديوم والليفت فينتريكل مع مين يا اولاد الليفت ها مع الفرينك يبقى مين يا اولاد اللي قدام الهايلم 100 كلمه واحده كاردياك امبريشن ثلاث اشياء الشامبر بتاعتنا والبريكارديوم ومين يا اولاد طب يبقى ادي العينه يا اولاد قدامي من غير ما نبص لو انا شاورت قدام الهايلم يبقى مين كارديو تاني وكم كم حاجه هنا كارديو ثلاثه طب فوق الهايلم الشمال ارش ارش ورا الهايلم طب على امتداد الديسندنج من فوق بس دي الحاجات الكبيره اللي تيجي وطبعا تو ارترز هنا ده لو باين ما راح يجي خلاص مش عايز ميدو ما يجيش طب دي الرايت يا اولاد هحط دبوس قدام الهايلم اليمين كارديك امبريشن كارديك ثلاث حاجات هنا رايت اتريوم بريكارديوم والرايت فرينك قدام الهايلم مفيش غيره يبقى مين يا اولاد ها رايت اتريوم والبريكارديوم والرايت فرينك اللي هو كاردياك امبريشن ده الكاردياك امبريشن يا اولاد بتاع اليمين ده مين يا اولاد الكاردياك ايه امبريشن ده مين يا اولاد الكاردياك امبريشن قدام الهايلم خلاص ده مين يا شباب الكاردياك ايه امبريشن طيب اهو واحد يقول له دكتور نادر ده كده حلو قوي انت هتشاور لي حاجه فوق الهايلم هتلاقي في حته كده كيرفد فوق الهايلم اهي ارش برضو طيب قول له فوق الهايلم اليمين يا اولاد الارش اوف اسبوس فين مو واضح اهو يا ابني فوق الارش فوق الهايلم ارش اوف وات اسبوس فين اظن هنا واضح خالص بلاش ده اللي مزعلك ده باين هنا القرش ولا مش باين بلا واضح باين هنا القرش اهو شايفين يا اولاد شايفين القرش مكانه ده الازايكس فوق الهايلم اليمين يبقى فيه مين يا اولاد ازايكس
فوق الهايلا من يمين بيمين اولاد زاجس عرش فوق الهايلا من يمين بيمين اولاد زاجس عرش فوق الهايلا من يمين يا محمد يبقى مين عايز احمد عشان زمالك بعد اذنك فوق الهايلا من يمين يا اولاد الاشرف ازوس بنجيبها كده في الامتحان يبقى اولاد فوق الهايلا من الشمال الارش بتاع الاورطة هنا اولاد في اليمين الارش بتاع مين لازايجوس بين خلاص واحد يقول لي تمام يا دكتور ده بين اولاد الامبريشن ده كارديك امبريشن مش ده قدام الهايلم يبقى مين اولاد كارديك امبريشن ده مش الكارديك امبريشن طيب واحد يقول لي طب فين يا دكتور نادر سوبر فينا كاف وفير فينا كاف اقول له شايفين الامبريشن اللي تحت ده الانفير واللي قصاده من فوق يبقى ايه سوبر يبقى هنا ده الانفيريور فينا كافه اظن واضح جدا وده مين اولاد سوبير امتداده هنا بقى اولاد اللي هو الايه النمونيت او البريكيوسيفاليك تاني اولاد ده الكاردياك متفقين في شايفين الجروف ده بتاع الانفيريور فينا كافه شايفين الجروف اللي فوق يبقى مين اولاد سوبير فينا كافه امتداده هنا بقى النمونيت او البريكيوسيفاليك شايفين اولاد الانفيريور فينا كافه واضح ازاي وده امتداده هنا سوبيريور امتداده هنا اولاد النمونيت او البريكيوسيفاليك فورمالين ده ولاد شديد امتداد هنا سوبير بوينت بارد هذه حاضر ده ولاد اللي فيهم هنا كيف باين باين وده هنا سوبير وتكمل شوف بقى التكه دي بص يا اولاد هحط خلف الهايلم من تحت ورا الهايلم على طول واحط فين الجفن كان معايا الصغير واحط هنا هنا نقول ايه وهنا نقول ايه انا قلت لكم في المحاضره لو قلت ورا الهايلم على طول وقلت ايه ورا الهايلم بس من فوق لو من فوق تقول لي اسوفجاس بس لو من فوق هتقول لي اسوفجاس بس لو من فوق هتقول لي يا اولاد اسوفجاس بس لو ورا الهايلم يا اولاد هتقول لي اسوفجاس مع الاسجوس فين شفت عشان في الامتحان ما تقعدون احنا عاملينها صح وتنقصتونا انا بقول تاني شايفين الدبوسين دول بلا اللي خلف الهايلم على طول حاجتين اسوفجاس والازايجوس فين الازايجوس فين بيلف يدين القرش انما فوق يا اولاد هنا القرش الازايجوس خلص يبقى مين يا اولاد لوحدين اسوفجاس ثاني يا اولاد مين اللي خلف الهايلم طب ومن فوق يا اولاد طيب اذا كان ده دكتور نادر الاسوفجاس وكان هنا الانمونيت في امبريشن حلوه اهو قدامه تراكي يبقى ده الاسوفجاس والتراكية وده البركيس فاليك فيه ده اولاد الاسوفجاس وده التراكية وده اللي هو البركيس فاليك امتداد السوبير ده اولاد الايه الاسوفجاس وده التراكية ده الاسوفجاس وده التراكية وده مين اولاد البركيس فاليك فيه تعالوا الكلام ده تاني كده اولاد من غير ما نبص كده نفكر مع نفسين انا جبت لك عينه وعرفت انها ليفت لاين خلاص حطيت لك دبوس خلف الهايل خلف الهايل ها ليفت لاين ليفت هايلم اسوفجاس لا اله الا الله يا مش دي يا ابني مش دي خلف الهايلم هنا يبقى مين اولاد ديسندنس راس طب فوق الهايلم قدام الهايلم كارديك طب الديسندنج على امتداده من فوق اسوفجاس وكان في تو ارترز مش كده طيب لو انا جبت اولاد الايه اليمين خلاص انا جبت اليمين قدام الهايلم اولاد هيبقى مين طيب هنا انفيريور وهنا مين اولاد النمونيت مش كده حطيت دبوس هنا اولاد اسوفجاس بس طب وهنا اولاد اسوفجاس مع الازايجوس طب فوق فوق الهايلم ازايجوس بص اولاد البرونكاي باينين هما الاثنين اللي ورا دول ده ايبرتيريا هايبرتيريا برونك دول برونكاي طبعا هنا صعب انك تعرف تفرق بالارتري من الفين انما البرونكاي هي اللي ايه واضحين الفيشر ده مين اولاد اوبليك ده مين اولاد ايه ده مين ودي الراوند دي بقى مين بوستيرير والشار بتبقى مين انتيرير اظن سهل عرفت اولاد الحاجات اللي بتسال فيها نعم دي واحده بقى احنا عندنا اولاد لو جبت لك بندل يا حاتم ورا كده حتى ثلاث حاجات ماشيين سوا يبقى مين اولاد فين وارتري طيب جبت لكم ماسل ماسكه من الاسترنم وراح على الريبس طب اللي على السطح الداخلي طب الماسل اللي بصها داون وورد وميديالي ولا لاترال رفع عليكم خلاص كده الفيسلز دي يا اولاد اللي هنا دي انت هنا الثوراسيك طيب اللانج دي يا اولاد قولوا لنا يمين ولا شمال كده يمين يمين هذه اليمنى مش هي يسار هذه يمين تمام يبقى اللي قدامها كاردي هذه قدامها الارش بتاع اللي هي الاورطه والدسن وعلى امتداد الاسوفجاس وتو ارتريز مش دي اليمين يا حاتم لا يبقى دي كاردي
وده الانفيرو فينا كافة امتدد مين سوبيريو وده الانمونيت نعم هنا اولاد ازيفاجوس ازيفاجوس وده مين اولاد ازيفاجوس وهنا مين اولاد ازيفاجوس ازيفاجوس ارش تريك تريك لا الازيفاجوس فوق الهيلم على طول ايوه الكيرف ده الكيرف ده هذا اولاد العملي بتاع الريسبيراتور سيستم كله صح ولا سهل؟ سهل ما فيهوش اي مشكله يعني حد فاهم حاجه؟ يتذاكر كده تقول الدكتور ده اللي هنا فوق الارش اليمين فوق قصدي فوق الهيلم اليمين فوق الهيلم الشمال خلف الهيلم اليمين خلف الهيلم الشمال وهكذا اوكي ان شاء الله الكلام ده يتذاكر وتيجي تشوفوه وانا موجود احتاجتوا اي حاجه في اي وقت متلخبطين فيها تقول لي تحت امرك يعطيك العافيه حد فاهم حاجه؟ شكرا ليكم اللي عايز يراجع انا موجود